هذا إلي؟ هذا إلك، شو رأيك؟ كثير بحب دباب. وأنا كمان بحس هيك في علاقة ود حميمية بيني وبينهم. اسمعك. سبحان الله، والله الحمد لله اللي بطلت طوش ومناكرة وبتضحكوا. خير إن شاء الله. عليش بتضحكوا؟ صفية شوف شو جاب لي فؤاد. أمانة الله، هذا الدب فؤاد جابه ولا يا حبيبتي؟ مهم الدببة بيأزروا بعض. هاي فوفو. آخ، فيها ألف خيري اللي فؤاد وجولي اتفقوا. خلي راسي يرتاح، الله يديم الوفق. والأخرية فيروز جولي الله يتمم عليهم هالهدنة ويلتم الشامي على المغربي. كبرة عزها. خير، شو بدك انت ثاني؟ انت بدك ظلك كالب مخي بقصصك. ان شاء الله يوم هي اخر مرة. هسا انت بتعرفي ان انا تركت لعبة كرة القدم صح؟ بس انا لما قعدت مع حالي وتمعنت بافكاري شفت انه لازم اعمل اشي جديد. فانت شو اكثر اشي بتشوفيه بالبق للكزعة؟ يعني اصير فنان ولا اتدرب باليه؟ كبرت عزك، انت بتدور على الهبل دواره. باليه يم باليه، انت مش شايف حالك؟ كل مالك بتروح بالعرض. كبرت عزك، الباليه اللي بيروحوا بتدربوها هذولا بيبكى جسمهم زي مطرك الرمان هذا. طب هو انتو بتحبوش الفطبول وجننتوني عشان كرة القدم. هو بتروح على الباليه كبرت عزك؟ طب دور لك على شيء يلبك لك، رياضة تناسبك. يعني أقول لك تدرب مصارعة. مصارعة؟ انت هيك قولتك؟ طب بمناسبة أفكارك الحلوة هاي بدي ساندويش تطلي. تطلي؟ مليح التطلي، بنحف. قلت لي بدك تتعلم باليه ها؟ يما الباليه هذا اللي بصيروا يعملوا زي هيك ويلفوا ويروحوا ويجوا. الله لا يحرمك الهبل يما. صفية أنا طالع، بدك شيء؟ بدي سلامتك وسلامة الطرقات. هسا اسمع يا أخوي، اسمع الله يرضى عليك. أنت عارف خلطة صفية كل الأردنية بدهم إياها، يعني عشان تاخذ موعد بدك تقعد شهر. الأردنية طوابير. مين انت؟ انت التاجر ابو العلماء غيره؟ امانة الله، الله يسعدك، اهلا وسهلا. صفية وخلطتها تحت امرك، اتفضل. بدك يعني نتعاون؟ بالامر اتفضل. بتشرف اهلا وسهلا. كديش؟ 500 كنينة؟ حاضر. ام فؤاد وخلطتها تحت امرك، مع السلامه.